ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا كويسين وكله تمام. الفيديو ده ان شاء الله نرد على كام سؤال كده لو يسالوني المتابعين اللي ضدي واللي مش واللي معارضين لافكاري كمان. اولا اول يوتيوبر اسمه ناصر اليمن، مش عارف ازاي ناصر اليمن بالتعليق المستفز اللي كاتبه لي ده كاتب لي الامارات والاماراتيين هم الكفار نفسهم، وعلى وبيقول ان اليهود يعتبروا احسن من الاماراتيين. مش عارف انت ازاي ناصر اليمن وانت بالتعليق المستفزك، انت ابن كلب على فكرة وواحد مش متربي، ازاي بتقول على العرب ان هم اسوأ من اليهود؟ يا اخي ليه تولع وتولع سنين اللي جابوك وتولع اليمن كلها؟ لها بكم يا حوثيين يا كلاب، ما بتحاربوا القوات الشرعية اللي في اليمن اللي هي اللي هم دول اليمنيين الحقيقيين. الشعب اليمني احنا عارفينه شعب اصيل، انتوا لا تمثلون الشعب اليمني، والله يحرقك ويحرق كل حوثي دجل. انقلع انقلع يا رب يا رب تتفضح انت والحوثيين بتوعك دول، تولع تولع الجماعة الكلبة بتاعتكم ديت. والله الله يخرب بيوتكم كلكم مع بعض، ما مش عارفين تعملوا محتوى كويس. خلاص خلصوا، سكتوا بقكم اللي ملهوش اي ستين، بتدخلوا الدين في اي حاجة في اي هرتلة. ما انتوا اكتر ناس اصلا ممكن تفكك التحالف العربي، حروف 60 ده يا اقسم بالله مش ملكمش اي لازمة في الدنيا ديت. كل اللي عملتوه هو الخراب والتدمير والفحشاء والكلام المقرف ده، التشريق النساء واطفال والكلام الفارغ الاهبل العبيط اللي انتوا بتقولوا ده، التشريد نساء واطفال. قال صح، ما اللي انتوا بتعملوه ده ايه يا حبيبي؟ الناس اللي في اليمن دولت يعني القوات الشرعية في اليمن دولت ايه بالظبط؟ دولت مش بتشردوهم برضو؟ دولت مش مدمرينهم؟ يا اخي انا عارف حالة اليمن دي حالة سيئة جدا بسببكم. اوكي، التعليق التاني مش بيكرهني من حس الحاجات السياسية اللي انا بتكلم عنها، يعني اغلب التعليقات السياسية مش موضوع سياسة وكده. التعليق اللي بعديه بيقول لي انت انا عارفك انت بتكره الكيبوب ومش عارف ايه ومتحالف مع مش مع باري تيوب وكينج اوف مانس عشان يعملوا مش عارف ايه ودولت ظلمة يا مش عارف ايه. يا عم بص اولا روان وريان دولت اللي انت متحالف معاهم، انت كاتب معجبين روان وريان اللي انت يعني او انتي بخليها انتي احسن عشان صورتها بنت. فانتوا مش عارفين يا جماعة روان وريان دولت عملوا ايه؟ هتبقوا تعرفوا، ما انتوا ما شفتوش هما بجد بيعملوا ايه. انصارهم انصار روان وريان دولت اساسا معظمهم للأسف روان وريان دولت خلاص دمروا الأمة، فككوها. يعني أنا مش فاهم إيه الحاجة الهبلة العبيطة ديت. وأنا ثانيا لو فاهمين الكيبوب دولت يا جماعة بالنسبة لنا ناس مش كويسين، بالنسبة لنا ناس عبيد إحنا بالنسبة لنا دولت ناس دول اخترعوا ديانة وقالوا عليها حلال، بالنسبة لهم ده شيء حلال. يعني كأنك كده بتقولي ان اللي مش عارف ايه وانت ما مش يا عم، ما انت حرف 60 ده يا عم، مينيش انت ولا مين ولا انت كيبوبي ولا مش كيبوبي يا عم، ما يهمنيش انا بس في الكيبوب. ما انا فعلا متحالف مع انسايز والناس دولت، متحالف معهم ليه؟ ضد روان وريان دولت. روان وريان دولت عمرهم ما كانوا كويسين، يعني ما فيش حد فيهم كويس، ولا واحد فيهم كويس لغاية دلوقتي. ليه بتدعمي الناس اللي انا اولا باري تيوب عمره ما شتم، عمره ما قال
ده احنا ده احنا ادالكم فرص كتير. بتخيبوا امل الواحد ليه؟ صح، ما انتوا مش قادرين غير ان انتوا تسبوا الامارات ومش عارف ايه. ما انتوا صحيح يعني ده كويس ان ده كويس ان الامارات نفعتكم، ما كانتش رحمتكم. على فكرة يا جماعة، عايزين اقول لكم على حاجة، اغلب الاماراتيين ولاد. هتقولوا لي ايه المشكلة؟ اغلبهم ولاد. المشكلة عايزة اقول لك ان طالما اغلبهم ولاد فمعظم الولاد بيكرهوا الكيبوب، فالاماراتيين بيكرهوا الكيبوب، معظم الاماراتيين بيكرهوا الكيبوب. ده اللي انا عايز اوصله لك يا اخي. عشان كده عايز اقول لكل واحد اماراتي او اماراتيه، انت كواحد تتعاون مع الكيبوب ده شيء مش هيفيدك. اولا الكيبوب دولت طول عمرهم خونه، ومش وطول عمرهم هدفهم من اهداف سيئه اساسا. اوكي اسف، بس اخطاء فني. اوكي زي ما انتوا عارفين، يعني عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، ان الكيبوب دولت مشاريعهم التوسعيه كبرت. الكيبوب حرفيا يا جماعه بجد ابتدوا يعني يعادوني جدا. واولا هم السبب في نهايه كينج اوف مادنس، هم السبب في باريتيوب وكينج اوف مادنس ودولت كلهم. لازم نرجعهم تاني، دولت اخواننا يا جماعه، اخواننا اللي بيدعمونا، اللي كانوا بيدعموني انا زمان. وادي اهو الجميل يا روان وران اللي انا اديته لكم، وانتم ما ردتوش غير بالاساءه، اللي بالنسبه لكم مجرد حريه تعبير. يا بتوع حريه التعبير، يا اللي احنا قلنا كلمه واحده عنكم اوب كان احنا شتمنا في الدين وفي الاسلام وفي المسلمين كاننا شتمنا كل الاديان السماويه، كاننا بقينا كفار. كان لو قلنا عليكم كلمه واحده، مش شرط تكون شتيمه، لا كلمه واحده، الدنيا بتتقلب علينا، الدنيا بتتقلب علينا. ليه كده؟ ليه الغباء والسحر في الموضوع ده؟ اوكي التعليق اللي بعديه على طول، ليه انت متحالف مع باري تيوب وانسايز وكينج اوف مادنس؟ من بنت برضه. اولا عايز اقولك على حاجة، باري تيوب وانسايز والناس اللي انت تكرهيهم دولت انا من غيرهم بجد، يعني ما حدش يجي يقول لي انت بتعمل لهم اعلانات ودعايه وخلاص. دولت انا من غيرهم كانت قناتي دلوقتي خلا. دولت اللي دعموني ووقفوني على رجلي وخلوني بدل ما اقف على حديده، خلوني اقف على اماكن، خلوني اقف على رجلي، خلوني ابقى قوي كده وقادر ان انا يعني. فهمتوا؟ روان وريان دعمتهم، وقفتهم على رجليهم سنه، كان مشاهداتهم منهاره، وكنت هعمل لهم دعايه، عملت لهم اعلانات، وهم ولا صرف ولا مليم من اللي معايا. هو بس كل اللي بيبعتوا لي افلام بس، ما يعني كلها افلام كاذبه، كلها غباء، وفي الاخر يردوها بالاساءه الكلبه ديت عشان يبينوا لي اللي هم. على فكره انا عارف الفيديوهات ديت كانت مش هدفها الاساءه، مثلا يعني 80% طبعا الاساءه، لكن لو ركزتوا في 20% هدفها اللي هي اغضابي، عشان احس ان انا ساعدتهم على الفاضي، يحسوني بالغضب، لانهم بيكرهوني يا جماعه، بيكرهوني، هما بيكرهوا اي حد بيحب الامارات. هتقول لي انت ساعتها ما كنتش في عصور حب الامارات؟ يا اخي كنت بسافر الامارات، كنت بحب الحاجات اللي فيها، ده برضو يعتبر حب،
يعتبر حب، بحب الامارات انا. المشكله بقى ان روان وريان دولت عاملين زي الحوثيين اللي هما بام برام برارارن تران ترارارارارا فين فين كده، بس مش بيقولوا نشيد الحوثيين، بيقولوا مش عارف ايه. الله العظيم الله العظيم انا مش فاهم انتوا ايه بالظبط، انتوا ناس مش عارف ايه. على عاد روان وريان يا جماعه انا مش متاكد من هل هي بتعمل ايه بالظبط، هي اللي انا مش عارف بجد. وكينج اوف مادنس بيفضل عنده الشرف بالنسبه لنا، كينج اوف مادنس ده يعتبر رئيسنا، تاني اكبر عدو للكيبوب في العالم وفي الوطن العربي، تاني اكبر عدو ليهم. يعني باري تيوب اكبر عدو في العالم للكيبوب، بعديه كينج اوف مادنس اللي بيحارب الكيبوب ده بقاله فتره كبيره، ولكن هما عارفين ان باري تيوب ليه هيمنه، ملاقوش غير المسكين كينج اوف مادنس اللي يحاربوه لانه اماراتي، لان كينج اوف مادنس اماراتي، فعشان كده هما ملاقوش غيره ان هما يتحكموا فيه ويمسكوه ويدمروه عشان هو اماراتي بس، فعشان هما عملوا كده عشان هو بس اماراتي قدروا ان هما يعملوا في الكلام ده. مش عايز اقول غير حسب الله ونعم الوكيل اللي عملوه روان وريان من افعال خاطئة كتير جدا، ومش هقول غير حسب الله ونعم الوكيل بجد. يعني دمروا قنوات وخلوها تقف على الحديدة، ده الفرق اللي احنا عملناه في قنواتهم وهم اللي عملوه في قنواتنا، ده الفرق. عرفتوا مين فعلا الناس اللي افكارهم سيئة؟ عرفتوا مين يا محبين الكيبوب؟ انتوا اللي خليتوا الناس اللي معانا دولت يقفوا على الحديدة، كينج اوف مادنس خير دليل. وفي حاجات نستحي ان نقولها، في حاجات ما نقدرش نقولها، في حاجات بشعة جدا انتوا عملتوها انتوا ما نقدرش نقولها. انتوا بتغلقوا قنوات كمان، بتغلقوا قنوات لمجرد ان هي قالت كلمة عنكم، كلمة واحدة عنكم. انتوا ما تقدروش تقفلوا قناة باري تيوب عليها 6 مليون مشترك، وانتوا اللي ما شاء الله يعني امراء الرومانسية والحياة ومش عارف ايه والحرية ومش عارف ايه. ما يهمنيش انتوا احرار ولا في حرية ولا ما فيش، ما يهمنيش انا الكلام ده. انتوا وقفتونا على الحديدة، يعني حسب الله ونعم الوكيل بجد، حسب الله ونعم الوكيل. دي كلمتي الاخيرة، مش هقدر اقول حاجة تانية. بجد الثلاث تعليقات دولت كرد، مش عايزه اقول لكم غير حسب الله ونعم الوكيل، انتوا وقفتونا على الحديده. الله العظيم الكيبوب دولت كلهم وقفونا على الحديده. يا ناصر اليمن سياستكم قذره، يا حوثيين اللي ناشدكم بام 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 ترن 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 ترن، ولا بيخلص بن برن برن ترن 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 كده، عارفين هو ده نشيدكم، ترن 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 ترن، هو ده نشيدكم. ما انتوا نشيدكم ما شاء الله جميل قوي. لا 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 تعالى هنا، فاكر نفسك هتنجو من مين؟ يا حوثيين خليكم أدوات للحوثيين والأتراك والقطريين والشيعة والكيبوب، خليكم أدوات ليهم لغاية ما تتحولوا زيهم، خليكم أدوات للقطريين والأتراك والشيعة. شايفين كم ألف كيو بس كده. السلام، اوكي اجيب لكم نشيد الحوثيين. اوكي.